غادي نقول لك بانه اللي فهمت من القصه ديال السي بشعيب اللي هو بات الاولاد بشعيب الملياردير، هذا الشيء ما جابوش غير هكاك وراثي من باكم مزيان. هو ملي وصل لهاد السن وملي تحمل هو المسؤوليه وانت اختو، وكانوا الاخوه ديال كان عندك خو الله يرحمه مات، اخت اخرى ماتت الله يرحمها، بقيتي انت اللي اختو. بشعيب كان مفكرك انت في الحقوق ديالك في داكشي اللي خلاو ليه الوالدين؟ لا كاملين. نهار اللي دار ما نكذبش على الله، واش هو مخلي خمسة الكيران عاطينا الجدريه لا هو ولا خوه اللي مات بجوج؟ كاين اللي حدي الان مشات مسكينه ما عارفاش، العيال دار لهم الفيلات ودار لهم الدور، وامي مسكينه ساكنه في بارطما فيها 50 متر وما تستاهلش امي هذيك الحاله، ماشي ديالها، خليه منو الله، واللي خدا العيالات اللي دوروه واللي جروه عندهم. الان باقي الاراضي وباقي الدور ما كاينينش، وتيشريوهم في الفيلات وتيشريوهم كيتعنقرو، علاش؟ راه دوك الكرارات ديال با ومنو منداش طلعتي؟ تكون موضعه في الصوره هذه عمتك، هذه اخت باك كتشوف فيها الشوفه ديال الاب ديالك. انت من 2019 انت ما كتمشيش لتما المعاند كتهضر معايا وباغي تبكي. الصبر الصبر مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو الاول والفيديو الثاني وكذلك الفيديو الثالث في الموضوع ديال بشعيب الملياردير، مشاهدينا الكرام اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع، كان اللقاء الاول في الابن ديالو الاول من الزوجه الاولى عصام، عطانا القصه اللي هو الامل الوحيد عنده في الدنيا انه يشوف الاب ديالو اللي ما شافوش من 2019. في خضم الموضوع الفيديو الثاني كان شاهد من اهلها وهو فؤاد الابن ديال الزوجه الثالثه التي هي موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام في الفيديو الثالث كان عندنا اللقاء التواصلي بين فؤاد والاخ ديالو عصام في الموضوع، وفي الاخير الاخوه قالوا لي غادي نعطوك المفاجاه في الفيديو المقبل اللي هو احنا فيه الان. مشاهدينا الكرام اول ظهور الاخت ديال بشعيب الملياردير اللي هو الاب ديال عصام وديال فؤاد، مجموعه من الحقائق في الموضوع وكذلك شكون هو بشعيب غادي نشوفوها مع الاخت ديالو. بغيتك تساعديني تعاودي لي من الاول شكون هو بشعيب، كيفاش تزاد، كيفاش عاش، كيفاش عشتو، كيفاش مشاف هذا المسار المهني ديالو، تدار الكيران تا نتج في الاخير هاد الوليدات. عاد نشوفوا الاشكال اللي عارفين احنا الان كيفاش كان بشعيب يلاه تزاد، كيفاش دار التجاره وحنا غادي. خويا كان كذب على الله، كان مزيان في الاول وكان بخير وكان الحمد لله ما خصو حتى شي خير مع مات الواليد وخلى خمسه ديال الكرايم، وهو ما كانش كيتصرف ديك الساعه، كان حبيبي خومي هو اللي كان كيتصرف. وبعد خويا لاحظ بان حبيبي تيدير مسائل خايبه تينبه في الحق ديالنا، خويا خداه هو اللي ولا هو اللي تكيب على هذوك الكيران. انتوما ديال الاخوه الحاجه؟ حنايا اربعه، جوج خواتات وجوج الاولاد. خويا الصغير الله يرحمه مات، اختي ماتت، بقيت انا وياه. اختي مات هذه 6 سنين وخويا مات هذه عامين وشي حاجه. يعني اللي فهمت هو بشعيب خوك انتوما عندكم هادشي الكيران كان من والديكم؟ من الاب ديالي. راه هو الاول واحد في كراج علال هو احمد الرخ، اول واحد مول الكريم هو الوالد ديالنا الله يرحمه. خويا مشى في داك الديبار، بعد كبر خويا الاخر حتى هو ولا معاه كيمشي هو وياه مقابلين المسائل ديالهم بخير وعلى خير. شويه حتى دار الزواج بالام ديال عصام، ولد معاه جوج الوليدات، الله اعلم اشنو السبب اللي صدق طلاق مع الوالدين مسكين، مشى دخل حتى في شي حاجه. هو ما كانش كيعاود لك انت اختو؟ ما تيعاود لك انت حاجه، هو ديما الحاجه ما تيقول على الحاجه المزيانه، ما تيقولش حاجه اللي ماشي مش عيب. خويا عاود ثاني تزوج بالمراه الثانيه، خدا
ما كنعرفوها ما حتى شي حاجه حتى هي، حتى تزاد ولد سميتو هشام. السيد ملي كان كيبغي يتزوج، لا في الاولى اللي هي لولدها عصام ولا في الثانيه، كيتزوج بهم ما تيخبركم ما والو، حضرنا ما حتى ديك الساعه الوالدين كانوا في الحياه. امي لحقاش الوالد توفى في 56، مات با شهيد مضروب القرطاس، مات با مسكين الله يرحمه الشهيد، ما عقلناش عليه. خلى عندي انا 3 سنين، هو خويا عنده 7 سنين، مصطفى خويا 4 شهور. نبقاو في هاد الضرب، مات بالقرطاس، عاودي لي شويه الحاجه. اه كيفاش، علاش مات بالقرطاس؟ كيفاش الناس باش تستوعب معانا؟ هادو الخوانه هما اللي سبوا البا في الموت، غاروا منه ومن ناحيه تبارك الله السيد غادي وتيدير هادشي ديال الديور تيبني العمارات، لاباس عليه. المهم الحمد لله حنا عشنا في خيره، واي حاجه دارت من 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 الخير با. هذا الجواب الاول. نرجعوا للثاني، واش ملي كان السي شعيب كيبغي يمشي يتزوج ما كان كيدي معكم لا الام لا انت واحد؟ امي مسكينه كانت حاجه ما كتخرجش هي ما تبا، حتى كيتم جايب دري ولا دريه في يديه. بقى نعقل، جاب عصام هو الاول، كان بحال شي نصران. هاد عصام قالت لي امي هذا شكون هو؟ قال لي ها ولدي. يعني قالت امي وكلشي، قالت لي الله يا ولدي وحرام عليك على منا. قالت لي قال لا صافي يا ماما، صافي يا امي، امي من بعد امي، امي بحالكم مسكينه زعما دارت مريضها ما فيه باس. انت ملي سقتي الخبر اخوك اش قلتي لي انت؟ بقى فيا الحال، قلت له خويا ما ديرش هاد المسائل هادي. قال لي وصافي وصافي وصافي، ما بقيتش غتنوض عليا امي. انت الحاجه ملي بغيتي تتزوجي قلتيها بشعيب؟ لا لا، راه بشعيب راه ما عندي في اللاكت، النائب ديالي مكتوبه في اللاكت، خويا هو الاول ما نكذبش على الله. هو ملي كيبغي يتزوج ما تيقولها لكم؟ الدنيا هانيه ما كايناش. عاوتاني تزوج بموت ولدي هذا فوق هذا. غادي تبقاي معايا في الثانيه بعدا؟ الثانيه شحال ديال الوليدات؟ 5. 5 الوليدات. كي كانت العلاقه ديالو بالثانيه في المعلومات اللي عندك؟ على ما كنسمعوا حنا ما كنمشيو عنده ما حتى شي حاجه، مزيانين عايشين مزيان، واكلين شاربين، الحاجه اللي معمره دارتها دارها ليها. وكيتصل بك هو كيدوي معاك؟ لا كيجي عندنا، ماشي تقول قاطع علينا ما كيجيش. هي كانت امي في عينيه، ما نكذبش على الله، من حصر دم رضي مع امي، ما عندي ما نقول. خويا بعد طارت به هادي نكذب عليك، قلبته واحد القلبه علينا. انت حسيتي بخوك؟ الوضع ديالو ليس على ما يرام، ماشي هو هذاك في الزواج الثالث ولا في الثاني؟ لا في الثالث، في الثالث خويا تبدل تبديله ديال المفيد، خويا تبدل بزاف، لا في صحته ولا في هضرته ولا الله شاهد عليا، واعره بزاف. انا كنقولها ونعاود نقولها، واعره بزاف. ودعم على من كدوي دابا؟ الزوجه الثالثه؟ لا على الثالثه كندوي، ما الاخرين ما نكذبش عليهم كثير. امت هذاك مشنا عليها حتى شي حاجه، ما سمعنا لا عيب امت عيطه، ما سمع حتى شي عيب. انا كنقولها كل صراحه، ما نقصرش حجي على شي حاجه، لا عمرها ما تعيبات معانا ولا عمرها شنا على شي. هذه المره عنده الاولى، الاولى امت عصام. غادي نسولك، انت عطيتيني التاريخ ديالكم وديال السي شعيب الله يعطيه صحته، غادي تكلمي لي على 2019 تقريبا، بين 2018 2019 الزوجه الثالثه تغيرت الامور لما هو أسوأ، وهاد الوليدات لا ولدها الاولى هو الزوجه الثالثه، ولا اللي في الزوجه الاولى ما تيشوفوش، انت ما تتشوفيش، شنو اللي غير هاد الامور؟ هو البكر ديالو كاع في هذا في الدراري، ودرت عداوه بينه وبين باه وبين دابا با مسكين ما تيشوفوش، هو الكبير زعما خصو يكون هو اللي زعما كاين مع مع معاها هي نيت، ويكون حدا باه ما كاينش، كاين الولد الاخر هو اللي. ما عمرك كان عندك شي لقاء بها الحاجه؟ وانتم تبارك الله ديتي وجبتي في الدنيا وتنصحيها وتوعيها وحجيتي بيت الله وتوريها بالله، كيفاش هي تقبل الهضره ديالك تقولي ليها راه انت هي اللي خاصها انا كنقول الصراحه هذيك السيده واعره. نقول الصراحه انا كنمشي عند خويا كنطلع عليه ديك الطله، كنحس راسي ما باغيني حتى شي واحد، ولكن انا خويا هو اللي دخلني لهذيك الدار. راه فؤاد يقول لك ما تمشي عند حتى واحد، شي انا راه يقول لك ولد خويا الاخر ما كنمشي حتى عند واحد، كنسى في داري انا وولدي تبارك الله وبنياتي ومود الدار صافي هانيه، ما كنخرج ما حتى شي حاجه. الخروج عندي من السبت للسبت انا وبنتي. اخر مره مشيتي عند خوك وشعيب ايمتى؟
شتو هذيك قول 15 يوم وصافي. انا قلتها دابا كي داير صحتو؟ حالته انا بعدا جيت تنبكي، حالته مسكين وجالس. اختي ناخد هادي ناس هادي، تقول اخويا خود كول، راه انا جيتو خود تاكل. ومسكن تميت غادا بدا يبكي، دار فراشي قال لي عفاك ديني ديني عفاك. وعرفك هو عرفك؟ واه مع الدخله قال لي يا اختي سعديه بحال هاد ولادو في الحوارات السابقه معنا احنا قال لك الزهايمر ما تيعقلش. لا انا كيعرفني سبحان الله، انا كنجي كنبقى نتعجب تنقول لهم انا كيفاش كيعرفني. قالت لي راه عرفتي هادي شكون هي؟ قال لها اختي السعديه. وجلس مسكين هكا، وبعد بغيت نمشي بدا تيبكي ويقول لي غادا تمشي. قلت لي يا خويا غنمشي. واخا شي مره مشيتي عنده قبل؟ كاين شي مره مشيتي عنده ما عرفكش؟ لا كيعرف، ديما تيعرف. كيعرفني. وكيفاش كتشوفي انت هاد القضيه اللي كنسمعوا عنده الزهايمر ما تيعرفش ما تيعقلش هاد الكلام، كيفاش كتشوفي انت؟ لاني بتيكون جالس كردي البال بحال الهضره بحال دابا كيبدا يدوي على شي حاجه بعيده قديمه، كيبدا يدوي على شي حاجه قديمه. تبدي يقول لي ياك سعدي يا اختي، كنقول انا هي هي، ولكن لا تيبدا يدوي عاوتاني على الام ديالي. تيقول لي شوف خويا امي راه ماتت الله يرحمها، وانت اللي وصلتها للديمه. خويا ما تبقاش قال لي ياك اختي، كنقول لي شوف اخويا الخير فيك انت كله الحمد لله. ملي قال لك اديني معاك، علاش قال لك؟ قالها الراجل حتى هو بعد تمي الله دخلنا مع الباب. قال لي انا مزوق فيك، يعني مزوق فيك، شد فيا مزيان وديني انا مزوق فيك. بعد بحال بغيت نمشي قال لي وحق دار فيها واحد النهار ويقول لها راه قالت لي نجيو تاكلوا الكسكسو. قلت لها نجيو مرحبا بكم، جيو جي انت والدراري وبات وكاع ما كاين حتى مشكل. وخويا كلا بتحول عمرو ما جا عندي يجي. قلت لها عندي، قلت لها غير يفوت شويه. ايوا خاوه ان شاء الله. ايوا والو والو ما يزهقش. وملي كتعيطي لها انت كتبغي تشوفيها كتجاوب معاك كتقول لك مرحبا بك جي؟ خطرات بقى التليفون يصوني ما كتجاوبنيش، وتنغب ديك يومين ثلاث ايام عاوتاني عاود كنعيط. ما كنت كنخلي عاوتاني دوز شهر ولاش نعيط كنقول لها بغيت نشوفكم، ما تنقولش بغيت نشوف. كتقول لي واش غنقول لك، وبغيتي تجي وتا نهار الاثنين اولا الثلاث. خوف فؤاد الصغير هو كل شيء، هو اي حاجه مع خوف فؤاد الصغير هي وياه. اللي قالها هي اللي كاينه. حتى لا بغى غير ينوض خويا تيقول لك جلس الارض اجي حدايا هنا. خويا تيقول لي هانا هانا هانا. دابا هاد خو فؤاد هو اللي كيقول هادشي لبواه؟ ايه انا نقول لك الصراحه كيخاف منه. كيخاف منه ماشي كيخاف منه بجوج، تيخاف من 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 خو فؤاد. ايه من خو فؤاد الصغير ومن مرته ومن مراته. انا كنبقى غير كنشوف كيقول لي هانا هانا هانا. شي رساله ديالك لهاد الزوجه ديال خوك؟ والله يهديها الله يهديها على المسار. هادشي راه خايب لها بزاف. حنا زعما على وجه خويا حطينا في واحد زعما كلمة تنبغوش نغيروها ولا نخسروا لها خطره. كاين بعض الناس تيكونوا حنا ما كابينش في الفوضى، ما كابينش في الضرب، ما كابين حتى في شي حاجه، ولكن هي تعدات بزاف. واش واش ولدي خويا ما نشوفوش تنديروا عليه الطلب؟ راه ما يمكنش، راه حشومه. لا غتجي انا لداري ونقول لها ما تدخليش، دخل مرحبا بها واخا ما نكونش دخل لداري. كتسمع عائله وحده، عشينه وحده، ولكن الحاجه الوحيده اللي خويا دارت لي هذه الحاله راه ما نسمحش لك اللي حيله وسبب في هذا الشيء. الحاجه عندي معك السؤال الاخير، غادي نقول لك بانه اللي فهمت من القصه ديال السي بشعيب اللي هو بات الاولاد بشعيب الملياردير، هذا الشيء ما جابوش غا هكاك وراثي من باكم. مزيان، هو ملي وصل لهذا السن وملي تحمل هو المسؤوليه وانت اختو، وكانوا الاخوه ديالك كان عندك خو الله يرحمه مات، اخت اخرى ماتت الله يرحمها، بقيتي انت اللي اختو. بشعيب كان مفكرك انت في الحقوق ديالك في داك الشيء اللي خلاو ليه الوالدين؟ لا كاملين. نهار اللي دار ما نكذبش على الله، واش بام خلي خمسه الكيران عاطينا الجدريه؟ لا هو ولا خوه اللي مات بجوج. امي
التمون ديالها ما عرفاتوش فين كاين، اللي حدي الان مشات مسكينه ما عارفاش. العيالات دار لهم الفيلات ودار لهم الدور، وامي مسكينه ساكنه في بارطمان فيه 50 متر وما تستاهلش امي هذيك الحاله، ماشي ديالها. خليه منو الله، واللي خدا العيالات اللي دوروه واللي جروه عندهم لحد الان. حنا حق ديال باقي الان، باقي الاراضي وباقي الدور ما كاينينش، وتيشريوهم في الفيلات وتيشريوهم كيتعنقرو. علاش راه دوك الكرارار ديال با ومنو منداش طلعتي؟ ولكن القناه دراه وشختي مشات بغبي انت قسما بالله، وبغيت نلحق عليها في هذه يومين. الا مسكينه قال صاحبي بقات ليها يومين وغتموت، وهي تقول لي انا نقول لك واش هذا مبغي يعطينا والو؟ قلت لها ان شاء الله اصحي وغادي ناخذ. اسكتي اسكتي، ولات كتشد بارطمات وكتطفي من التصبيق باش تعيش. ما لاحظتيش واحد الحاجه الحاجه؟ انتم حقكم ما ديتوش كما قلتي، داو ناس اخرين ولكن عفوا دار لهم الطوموبيلات، دار لهم الفيلات، دار لهم الفيلات في البحر، ما خلى ما دار. وفي نفس وفي نفس الوقت انت دابا اللي حنينه فيه باقي كيبقى انا كيبقى فيا بكل صراحه. انا كنعس في الليل وكنبكي، كيبقى فيا لاني خويا جيت نشوف لقيته ماشي لخاطرو. خويا ما عرفتش دار ليه، خويا ماشي لخاطرو. لان انا ها هو راه كيسمع راجلي دابا، هادي كون بقى ولدي كون دابا عنده 49 عام، زوج عندي 18 عام، وانا لحد الان باقي راجلي لا دواء ما كنقدرش نزيد الهضره. وعدو سي الله يرحمها كانت كتجي كديرني في عينيها، ولكن كنت كنتعامل. وكان البنت الاصل مراعي على السمعه ديال با، ومراعي على السمعه ديال امي اللي مات با خلى عندها 29 عام، وكبرتنا حنا. خويا هذا اللي مات خلى عنده 4 شهور وكبرتنا مسكينه حنا. عمرها ما تلفتش، وقالت لي النهار اللي قالت لي اوليدي راه دابا اختك يتزوجات وغتبدا تولد وليدات، ما خصناش نبقاو في البارطمان مع الجيران. كان با كان دايرهم غادي غير يكريهم للناس. هو يقول لها هو ما عنديش ديال كلاه لك خوك اللي كان نايب عليك. وقالت لي وليدي رجع في الله حكون. قلت لي وليدي عمرك ما تسمعها مني، امي كتغسل الماء عن حاجه حدا الطواليط، امي مسكينه ما عندهاش فين تدوش. وانا ما غنلوموش لاني خويا تلقى باللي دوروه علينا حنا ودوروه على امي. هو كان حنين في امي وكان الحق الحق، ولكن خسرها معاها بزاف. ما كانش عارف حق راجل شحال جاتها فيه. وما نصفكمش انتوما اللي خوتو، انتوما اللي انت اللي خوتو وخواتو، ما نصفكمش في الحق ديالكم من والديكم. لا والو، السيد نهار اللي كذب علينا كذب علينا ب 15 مليون الوحده مصرفه، 12000 ريال 18 الى حالك في الشهر. وقول لك عطيني التوصيل عليها، ما نقول لا هذاك اللي مات ولا هو، بجوج هما كانوا متفقين بجوج. انا كنقول الصراحه انا ما عرفتش الله وقتاش يقبط روحي. حاجه الله يسترك يا ربي. وشكرا لك مشاهدينا الكرام، مجموعه من النقط في الموضوع واسئله جوهريه شفناها مع الاخت ديال بشعيب اللي اول مره. مشاهدينا الكرام غادي نشوف مجموعه من نقط اخرى مع شاهد من اليا فؤاد. فؤاد سمعتي عمتك كيفاش شفتي الامور؟ واش غنقول لك الامور اش غنقول لك، الله يهدي ما خلق الوالده الله يهديها. كانت لا بغات تجي عندها خاصها رونديفو، خاصها تعيط ليها، مره تجي تبقى واقفه حدا الباب تصوني فهمتيني، ما يجاوبوهاش. هما راه كاينين في الدار حتى كيمشيو في حالاتهم. الله يهديها الوالده على نفسها. هادشي اللي غنقول. الاضافه نساتها واحد، بغيت نزيدك واحد الاضافه نساتها. عمتي في 2018 ملي دار الوالد العمليه على البروستات دخل السبيطار تما دار العمليه، الوالده تما فهمتيني وهي تخربقات، مشات بغات بدات تحول في الاملاك ديالها، بدات تحول في الاملاك ديال الوالد، الديور عقارات اراضي بداو كيبيعوا وبداو كيحولوا داكشي في سمياتهم. شكون هما كتهضر معايا عام؟ الاولى السؤال الاولى علاش في هادشي من المرض، والسؤال الثاني هي من كتحول؟ شرح لي مزيان باش نفهم. كتحول هي والاخ ديالي، هي والاخ ديالي هي كتحول. وفي نظرك علاش؟ خافت لي يدخلوا مع الورثه، خفت لي يدخلوا مع الورثه الاخرين. وملي قلت لي اللهم هذا مركر وحشوم هادشي اللي كديروه، هما يجريو عليا. قال لي جراو عليا من الدار وضربوني، تحاماو عليا.
والله يهديها على نفسها، الله يهديها على نفسها وعييت فيها، وصيفت لها الناس وصيفت لها كل شيء، كنبغي ندخل نشوف الوالد وكيحبسوني كيجريو عليا. صافي هذه المعطيات اللي عندك. هذه المعطيات اللي عندي. شكرا لك مشاهدينا الكرام، غادي نشوف الشهاده الاخيره في سؤال جوهري في الموضوع مع العمه. الوالده انت هي العمه ديالو ياك، كي داير هاد الدريري هذا مع والديه مع امو مع خو مع باه؟ كيفاش كتشوفي انت دابا الاولاد هذوك، ولاد خوك كتعرفيهم كاملين ولادك في نفس الوقت، مرحبا، كيفاش كتشوفي هذا بالضبط اللي هو نشق على الام وتيقول اللهم هذا منكر، كيفاش كتشوفيه؟ ما شفت عليه والو، انا عمت وعمري ما شفت عليه شي حاجه خايبه، ما نكذبش على ذاتي ربي، مو واعره مو. انا نقول بصراحه انا مع نهار كنت غدا غادي نسمع حتى واحد في قبري، مو واعره بزاف، هو ما شفت عليها ودي والو، الولد راه ما شفت عليه حتى شي حاجه، لا زعما انا بعدا ماشي ما كاينش بعدا، هو تنسولها تنقول لها كدير فضلك، كتقول لها لاباس عليه، وكتقول لها ديك لاباس عليه ماشي، بعد كنخرج كنضرب بنتي كنقول لها شوفي السويد على فؤاد شي قضيه، وفؤاد فؤاد ما جاش عندك وقال لك راه جاري عليا من 2019 ما كنشوفش با؟ لا مسكين عمرو ما عاود شي حاجه. واحد الخطره اللي مشيت لعند ولد خويا عند مضرب العينيه ضربه خايبه، بعديت كندوي قالوا لي راه مو اللي دارت لي هاد الحاله. شكون اللي مضروب؟ فؤاد، وتخرجوا حشومه، راه ولده راه جاي يدوي في الحق. لا هي اللي كيقول لينا دابا تيقول لك ضربوني وتكرفصوا عليا. وخرجتوه، فين خرجتو داك الدري؟ كل ما لقاش خوه، ولو ما يلقاش خوه يجي عندي انا عمتو نهزو في عينيا. السؤال الا سمحتي لي الحاجه، وكنشكرك مره اخرى عطيتيني مجموعه من النقط، غنسولو هو علاش العمه ديالك ما جيتيش تشكيتي عليها، ما ربنا انه تقدر توفق، واخا هي مسكينه حتى هي الله اللي علم بها، ولكن تكون موضعه في الصوره. هذه عمتك، هذه اخت باك، كتشوف فيها الشوفه ديال الاب ديالك. انت من 2019 انت ما كتمشيش لتما المعاند، كتهضر معايا وباغي تبكي. الصبر وربي كبير. تكرفصوا عليا، ذكرتك العمه ياك. تكرفصوا عليا، الله ياخذ فيهم الحق، حرموني من با. اش كنقول لك، الله يهدي على نفسه، اللهم هذا منكر. عمتي حتى هي ما بغيت مسكينه نبرزطها، عندها وليداتها عندها راجلها، ما بغيت نجي نبرزط فيها. هي جاوبتني بشكل تلقائي، قلت لها هادو راه ولاد خو، قالت لي ولادي. شكرا لك الوالدة، الله يطول عمرك. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذه مستجدات في الموضوع كتعلق بطبيعة الحال بالقصة الكاملة بشعيب الملياردير، كيفاش تزاد، كيفاش كانت عنده إمكانيات من الأب ديالو، الأخت ديالو عطتنا هاد الحقائق، كيفاش تزوج بالزوجة الأولى والثانية والثالثة التي هي موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع لهذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثية هذه القضية من جميع الجوانب. كذلك هناك مفاجآت أخرى غادي تتبعوها معايا مشاهدينا الكرام. تعليق المواطن، شكرا لكم.